السلام عليكم. شايفين الاكسسوارات هذه كلها؟ هذه كنت احتاجها في تحضير كوب قهوة احترافي، مطحنة القهوة، ميزان، بورتا فلتر، فكك تكتلات وتامبر وموزع القهوة. الان هذه كلها صارت في جهاز واحد ديلهم قلها سبيشاليستا. خلونا نتعرف عليه بالتفصيل، مواصفات وطريقة الاستخدام والبرمجة. هنبدأ مع بعض بمواصفات الجهاز. جهاز ديلونجيلا سبيشاليستا جاي في السوق ثلاثة ألوان رئيسية، اللون الأسود والفضي والأحمر. أول حاجة مزود الجهاز بمطحنة حلزونية بشكل مخروطي بتطحن أي نوع بن حبوب تجاري كان أو مختص، ومزود بستة إعدادات لدرجة الطحن، بحيث أن أنا حسب نوعية تحميص القهوة المستخدمة راح أحدد هنا درجة الطحن المناسبة لكل تحميصة. عندنا هنا كمان نظام السمارت تامبينج او الكباسة الاحترافية الموجودة في الآلة، هذه ميزة جدا مهمة اللي جمعتها ديلونجي في هذا الجهاز. عندنا هنا معيار او كمية القهوة اللي راح احتاجها في البورتا فلتر، حسب البورتا فلتر المختار راح احدد كمية القهوة تبعي من هنا، ومجرد ما اركب البورتا فلتر راح تطحن القهوة اوتوماتيك وتوقف، راح اروح اكبسها بعد كذا بنظام الكبس الاحترافي. عندي هنا ضغط الآلة 19 بار، طبعا الضغط بيختلف على حسب كمية القهوة ودرجة الطحن ونوعية التحميصة. إذا وصلت هنا في الأوبتيمال زون معناه أنه شغلي صح وماشي صح، إذا كان أعلى في اللون الأحمر هذا أو أقل معناه أنه في شيء خطأ في طريقة استخدامي. عندي سخان الأكواب، وميزته أنه بيعطيني درجة حرارة ثابتة في كل كوب، في حال حبيت أستخدم أكواب قزاز في مكان بارد ما يفقد حرارة المشروب وتقل درجة حرارة الإسبريسو، فهنا راح أخذ درجة حرارة ثابتة. في المكان السابقة كان لازم تغسل الكوب بموية حارة أو بالتبخير بعد كده أحضر الإسبريسو، الآن النتيجة هذه كلها في آلة واحدة. إيش الإكسسوارات اللي تيجي مع الآلة؟ طبعاً هذه كل الإكسسوارات اللي موجودة في الصورة كلها تجيك داخل الكرتون، ما يحتاج تأخذ أي إكسسوار خارجي عدا نوعية البن الخاص فيك. أول إكسسوار يجيك معاه البتشر حق الحليب بسعة 350 ملي. عندي محلول التنظيف اللي راح أحتاجه بعد 2000 إلى 2500 كاسة، وراح أوريكم طريقة استخدامه كيف. فلتر الماء يفضل تبديله أو تغييره كل 3 أشهر عشان أقدر أميز خواص القهوة والطعم بدون ملوحة مزعجة الموجودة داخل الماء. عندي الفرشة حتى تنظيف المطحنة، وعندي البورتا فلتر مع باسكتين، باسكت سينجل اسبريسو وباسكت الدبل اسبريسو. هننتقل لنظام التسخين. نظام التسخين الآلة دبل هيتر، أي سخان القهوة منفصل عن سخان الحليب بحيث يعطيني درجة حرارة ثابتة وسريعة، ما يحتاج أن أنا أنتظر بعد استخلاص الاسبريسو عشان أسوي الحليب فترة طويلة. الآلة كمان مزودة بنظام أدفانس لاتي كريما سيستم اللي هو بيعطيني نظامين للرغوة، فوم ثقيل في الكابتشينو وفوم خفيف في مشروبات اللاتيه عشان الارتس والاشياء هذه. ننتقل الان لطريقه استخدام الاله، وحنعمل عليها مشروبين حاره ومشروبين بارده. تشغل الاله في اقل من 10 ثواني راح تكون جاهزه، بعدها اقوم باختيار الباسكت المناسب بهذا الشكل، احدد تركيز القهوه المناسب، واول ما اركب البورتا فلتر وهذه هي النتيجة. بعد كذا راح أركبها وأحدد على خيار الإسبريسو، كبسة زر واحدة فقط راح تعطيني البروسيس. هنا راح يبين معايا القهوة حقي قديش انضغطت، وأعرف إذا كنت أنا وصلت للأوبتيمال زون أو لا. والآن حننتقل للمرحلة الثانية اللي هو عمل مشروب الكابتشينو. Thank you.
لضبط درجة الحرارة. أولاً نعلق على زر الماي والدبل شوت إسبريسو لمدة 3 ثواني. بعدها يتم اختيار المستوى، المستوى الأول من هذا الزر والمستوى الثاني من زر التنظيف. بعدها من زر الباور يتم حفظ التغييرات. بضبط صلابة الماء، أولاً يتم تغيير البرنامج على برنامج الأمريكانو. نعلق على زر الدبل شوت إسبريسو مع الماء لمدة 3 ثواني. بعدها يتم اختيار المستوى الأول أو المستوى الثاني أو المستوى الثالث حسب البلد. احنا عندنا في السعودية هنا على رقم 1، من زر الباور راح نحفظ التغييرات. نحول البرنامج على برنامج الكوفي، نعلق على زر الدبل شوت والماي لمدة 3 ثواني. بعد كذا نختار المستوى الأول في حال حبيت تفصل الآلة بعد 15 دقيقة بعد عدم لمسها، أو ساعة ونص أو 3 ساعات. من زر الباور راح أقوم بحفظ التغييرات. بضبط وضع توفير الطاقة في الآلة، راح نرجع على برنامج الإسبريسو، نعلق على زر الدبل شوت والماي لمدة 3 ثواني. من زر الماء الحار راح أقوم بتشغيله أو إيقافه. إذا شغلته ممكن يتأخر معي الستيم، إذا فصلته راح يشتغل معي الستيم سريع بدون الانتظار ولا حتى ثانيتين. من زر الباور راح أحفظ التغييرات. لإعادة ضبط المصنع في حال غيرت بعض الإعدادات وحبيت ترجع لإعدادات المصنع الرئيسية، راح أعلق على زر الدبل شوت والماي من برنامج الإسبريسو لمدة 3 ثواني. بعدها راح أقوم بالتعليق على زر الماي لمدة 3 ثواني حتى يبدأ يعمل فلاشينج. ومن زر التشغيل راح أحفظ الإعدادات تبعي. خلاص كذا الآلة رجعت لإعدادات المصنع الأساسية. وكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. إذا عندكم أي استفسارات بخصوص هذا الجهاز أو اقتراحات لأجهزة ثانية تبون نراجعها، شاركوني إياها في التعليقات. ولا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. أشوفك في فيديو جديد.